هو ليه الاهلي توقعنا كابتن تامر بعد مباراه الزمالك في السوبر الافريقي؟ الاهلي عاده لما بيخسر مباراه كبيره او بطوله كبيره بينزل المباراه اللي بعدها قوي جدا وبيحاول يعوض ويصحح ويصالح جماهيره وكل الجمل دي. الاهلي في مباراه سيراميكا كليوباترا ما قدمش ايضا مباراه كبيره، ايه السبب؟ يعني خلينا نقول ان الاهلي عارف يكسب المباراه، يعني خلينا نقول ان هو عارف يكسب المباراه بالخبره، ولكن الاهلي كان عنده مشاكل بقاله فتره طويله جدا، هي نفس المشاكل، يعني اللي هي قلب الدفاع مشكله كبيره جدا جدا جدا، بس ما كانش بيقابل الفرق اللي عندها فعاليه او القويه اللي هي تقدر تبقى متواجده بشكل قوي في نص ملعب النادي الاهلي. ده حصل بعد رحيل عبد المنعم ولا حصل حتى في وجود محمد عبد المنعم؟ لا، في وجود عبد المنعم كانت دي المشكله الاساسيه، ولكن كان بيعوضها ان الاهلي بيكسب وبيعوضها ان ما قابلش الفرق القويه قوي اللي تقدر تهدد. غير كده بقى انا شايف ان كولر اساسا يعني اتعامل مع المباراه بشكل غريب جدا، التشكيل اللي نزل بيه ده تحس ان هو حسس الفرقه ان الماتش سهل قوي، صح، ان الماتش في المتناول، ولا يعني اللي شاف كده يبقى بعيد خالص عن الكوره. طبعا انا اسف يعني، لان سيراميكا جميل، لعيبه كويسه جدا، عندهم سكواد قوي جدا، عندهم 3 4 لعيبه، منهم 3 لعيبه جم من جايين من بيراميدز وكانوا بيلعبوا اساسيين، صح، فانت ازاي بناء على عندهم ده مدرب محترم كمان جدا، طبعا مدرب محترم جدا كابتن ايمن، وفي نفس الوقت ده طعم البطوله. في فرق لما بتقابل فرقه ما دقتش طعم البطوله، فرق بقى من فرقه زي سيراميكا، وانا شايف ان سيراميكا من الفرق المركزه جدا، بتحس انهم في هدوء تام، تسمع الصوت عالي، مركزين جدا في الكاس، عارفين امكانياتهم جدا، عايزين يتواجدوا في المربع، لكن ما بيفكرش في بطوله الدوري نهائي، هو عايز يبقى موجود في الحته دي، وبيدوس جدا في الكاس، بدليل انهم خدوا بطولتين كاس الرابطه ورا بعض، يبقى معنى كده ان في تركيز، معنى كده ان في تارجت، فلما تيجي تقابل فرقه زي كده ما ينفعش تتعامل معاها ان هي فرقه صغيره، او انت بتفهمهم بقى ان انا هتكسب سهل. فانا شايف ان الجون الاولاني اللي جه ده يعني في اول ثواني ده اللي انقذ النادي الاهلي من الورطه، لكن الحقيقه سيراميكا قدموا مباراه فوق الوصف الحقيقه، وحتى لما حاول كولر ان هو يرجع كان صعب جدا، لان كان سيراميكا تسيدت المباراه، وفعلا عندهم لعيبه كويسه جدا جدا يعني. فانا شايف ان طبعا القصه من البدايه، من ساعه المباراه اللي كانت هنا باحتفال بدرع الدوري، ودي اللي كان فيها مشكله كبيره شويه، حتى الجمهور ساعتها كان بينده على ماتش السوبر، لان كان الاحتفال كان زياده شويه، وده مش كانش موجود قوي في النادي الاهلي، الاحتفال بزياده كده وانت لسه عندك بطوله مهمه جدا، وهتقابل نادي زي نادي الزمالك في بطوله قاريه، كان لازم يبقى في تركيز اكتر من كده، مش احساس ان انت الماتش سهل. وده اللي بقوله لك، ان دايما اللعيبه متاثره قوي باللي بيتقال على السوشيال ميديا، لان اللي شفناه في ماتش زمالك نوع من الثقه الزايده ان انا المباراه سهله، وان كله قال لك ايه ده الزمالك هيكسب اكيد، وانتوا رايحين تلعبوا ليه، كلام لا يمت للكوره لا فنيا ولا مهنيا بصله، ولا تاريخيا من امتى ده الاهلي والزمالك طول عمره الاهلي زمالك، الاهلي يبقى كويس جدا الزمالك يكسب، الزمالك كويس جدا الاهلي يكسب، ماتشات ليها حسبه خاصه. فدي انا شايف انها اتنقلت للعيبه، ومن ساعتها ما عرفوش يخرجوا منها، بدليل اللي احنا شايفينه اول مره نشوف النادي الاهلي بالمنظر ده. صح.